يا صباح الخير والسعادة والهنا على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهاردة من برنامجكم. حلقتنا النهاردة مختلفة جدا، بتهم المواطن المصري، بتهم كل الناس. النهاردة بنتكلم عن الزراعة المصرية، لأن دي أول حاجة بدأ بيها المصريين زمان. الحضارة البدائية بدأنا فيها، كانت العملية الإنتاجية زمان لإزدهار الحضارة من العصر القديم والعصر الحديث. الزراعة المصرية كانت مهمة جدا، لأن الزراعة دي شيء مهم. مهم في إيه؟ ببساطة جدا بتساعد على رفع مستوى الأكسجين، خفض درجة الحرارة، كمان بتساعد على الحد من تلوث الهواء، القضاء على البطالة وفتح فرص عمل، كمان نسب الاستثمار ممكن نستغلها جدا، كمان دمج الصناعات زي قصب السكر والقطن وغيره. كمان الزراعة مهمة في إيه؟ طيب انا هقول لكم حاجه كده بسيطه. في الاول كان زمان اجدادنا الفراعنه كانوا بينكشوا على جدران المعابد ان مصر كانت الرياده الاولانيه في القطن. ده مش بتحطوا عليه علامه استفهام؟ هل يعقل ان مصر مش من الدول الاولى المستورده في القطن؟ حاجه غريبه جدا ان احنا يعني كنا زمان كنا حلوين جدا في الحضاره القديمه. كان زمان يقول لك ايه؟ من وجد من جد وجد، ومن زرع حصد. لو تزرع كل يوم تاكل كل يوم. في مثل بقى بيقول لك الزرع بيشوف صاحبه اللي بيربيه. يعني ايه؟ بيقول لك ان في علاقه وجدانيه كبيره جدا بين المزارع والنباتات. تخيلوا، بيحس بيه وهو كمان بيحسوا ببعض. كمان في علاقه وجدانيه بين النباتات. بين النباتات ازاي الموضوع ده؟ اتعرفوا ان التفاح بيحب الكمثرى، والعنب بيحب القرع وبيكره جدا الكرنب، والزيتون بيحب البصل. ايه ده؟ لو الفلاح يعرف الموضوع ده ده دراسات على فكره اثبتت الموضوع ده، يعني يبقى عارف المحصول ايه اللي جنب المحصول ايه. في مثل كمان بيقول لك افلح الارض استر العرض، يعني افلح ارضك استر عرضك. ازاي برضو الموضوع ده؟ كان زمان الارض دي مهمه جدا، واللي اتخلى عنها كانه فرط عن عرضه. فاكرين قصة عواد باع أرضه يا ولاد؟ هو انتوا فاكرين ان عواد باع أرضه؟ عواد ما باعش أرضه ولا حاجة. عواد ده إنسان مصري أصيل دافع عن أرضه. عناني أحمد عواد. عواد ده كان من كفور نجم محافظة الشرقية، كان بيدافع عن أرضه ومش راضي يتنازل عنها أبدا. وطبعا كان مفتش الدايرة جه والبرنس محمد علي أياميها قالوا له لازم تتنازل عن أرضك، فهو رفض. وكان بيصمد قدام الفلاحين. الفلاحين طبعا وقتها عملوا منه ان هو شجاع وحبوه جدا وعملوا منه قصص. فطبعا البرنس ما عجبوش الكلام، قام اعتقلوه واتسجن لفتره. بعد ما طلع حب يدافع عن حقه، لان طبعا الارض اتاخدت منه وانتهك عرضه. ما الارض لما بتاخد منك كانك انتهكت عرضك وقتها. هو طبعا ما سكتش، راح قدم شكوى فقتلوه. طبعا عشان يخلصوا الموضوع ده فسوقوا سمعته، وسمعته زي ما انتوا شفتوا كده ان هو باع ارضه وباع عرضه. حلقتنا النهارده عن الارض الزراعيه والفلاح المصري، الارض اللي لازم نهتم بيها، نستفيد منها جدا في استثمار بلدنا والمشاريع اللي احنا نقدر نعمل بينها حاجه كويسه جدا في العصر الحالي. برحب النهارده في الاول بضيوفي اللي مشرفيني. معايا الاستاذ جلال جمعه، امين عام الاتحاد الفلاحين بمحافظه الغربيه. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ. ومعايا الاستاذ احمد الجمل، الامين المساعد اتحاد الفلاحين بمحافظه الغربيه. وكمان معايا الدكتور احمد رشدي عباس، رئيس ائتلاف من اجل مصر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، منوريني النهارده. اهلا وسهلا. الاستاذ جلال حضرتك منورني، وصباح الفل الاول عليك. صباح الفل عليك يا استاذ. الاستاذ جلال مسمينه الفلاح الفصيح. يعني انا عايزه بس في الاول اعرف ايه موضوع الفلاح الفصيح ده؟ اكيد حضرتك مناضل في البلد عندكم. طبعا كل واحد بالنسبه للفلاح الفصيح ده، كمان احنا عندنا ارض وفلاحين، فلازم يقولوا لك انت الفلاح الفصيح. طالما بتدور على الفلاحين لازم يقولوا عليك الفلاح الفصيح. طيب انا عايزه بقى حضرتك تقول لنا كده دور الاتحاد الفلاحين بتقدمه ايه للفلاحين كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو دور الاتحاد الفلاحين ده ان الوقوف بجانب الفلاح معاه في كل حاجه، سواء الجمعيات الزراعيه
أو البنوك. أهم شيء إن يكون الفلاح مرتاح نفسياً ويكون قادر إن هو ينتج، ما ضروش في أي حاجة، بحيث إن هو يقدر يخرج لي اللي أنا عايزه. هي دي كل مشكلة الفلاح. ولو دخلنا بقى وتطرقنا في مشاكل الفلاح كتير قوي عندنا هنتكلم فيها طبعا النهارده في الحلقه ان شاء الله. طيب استاذ احمد، حضرتك برضو كلمنا كده عن الهدف اللي بتقدموه من خلال الاتحاد الفلاحين. احنا عندنا في الغربيه 460 الف كيلو فدان، 460 الف فدان. عندنا بالظبط حوالي 400 الف فلاح. احنا الاتحاد احنا همزه وصل ما بين الاتحاد وحقوقه، احنا رمزة الوصل ما بين الاتحاد والحكومة، احنا بنشوف ايه الناس بتعاني من ايه، بنحاول نوصل لحقوقهم. حمزة وصل ما بينكم وبين المسؤولين. طيب. ايوه طبعا. بنحاول ان احنا نوفر حقوقهم من حيث التعامل، من حيث توفير المنتج، من حيث توفير البذور، من حيث توفير كل حاجة بالنسبة لهم. جميل جدا استاذ احمد. دكتور احمد بقى، حضرتك طبعا ائتلاف من اجل مصر، ايه اللي تقدروا تقدموه بقى في الفلاحين؟ احنا الاول ائتلاف من اجل مصر ليه اهداف محدده وقائمه. اول حاجه ان هو ائتلاف مدني يجمع جميع فئات الشعب، ائتلاف كل المصريين دون تعصب للون او ايديولوجيه معينه، بيت الشباب المؤهل لتسليم القياده او لتسليم القاده. هنقول هو بيت للمراه حيث انها الشريك المتضامن مع الرجل. في مرأة كمان فلاحة. ده أكيد. لها دور كبير جدا. أما بالنسبة للفلاح، هو إحنا هدفنا رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي. طبعا حل المشاكل التي تواجه الفلاحين سواء كانت مشاكل فردية أو مشاكل جماعية. طبعا مع النقابة، مع الجمعيات الزراعية. دي ادوارنا الاساسيه اللي احنا شغالين عليها ان شاء الله. جميل جدا. برجع تاني للاستاذ جلال، عايزه بقى حضرتك تكلمني كده عن مشاكل الفلاحين. اكيد طبعا حضرتك عارف اهم احتياجاتهم والمعوقات اللي بتقابلهم، كلمنا كده ايه اللي حضرتكم قابلتوه وبتحاولوا تحلوه على قد ما تقدروا. احنا بالنسبه عندنا اكبر مشكله تواجه الفلاح المصري حاليا هي مشكله الاوقاف. الاوقاف عامل مشاكل دلوقتي كبيره مع الفلاحين. الفلاحين عاملين شكاوى ضد الاوقاف، ودلوقتي بالنسبه في القضاء ومفيش حل فيها. فالاوقاف دلوقتي واقف صرف الكيماوي بالنسبه للفلاحين. انا دلوقتي صرف، انا بيني وبين القضاء لما تبقى المحكمه تحكم ليك تقول ان الارض دي بتاعتك، تبقى انت بتحوش عني الكيماوي والمصاريف دي، لكن انت حايش عني الكيماوي والمسؤولين واقفين بجانب الاوقاف ومحدش بيبص اصلا على الفلاح. المشكله كلها دلوقتي انت الفلاح ده هو دينمو البلد اللي احنا عايشين فيها. حل له مشاكله عشان تستفيد منه بقدر المستطاع، لكن انت ما بتحلش، انت بتعقد له مشاكله. يعني ابسط حاجه الكيماوي، لما اروح اشتري شكاره الكيماوي من بره ب 250 جنيه ليه؟ عشان الاوقاف مش راضيه تدي تصريح ان هو يصرف كيماوي. يعني يزرع منين؟ انت كده بتحبطه، بتخلي عنده احباط ان هو لا يزرع ولا يشوف مصلحه. جميل جدا. استاذ احمد، طبعا حضرتك برضو قابلت بعض المعوقات. في مشكله كده قابلتنا دايما بتجينا من الفلاحين، ان هم عايزين مثلا 6 شكاير من الجمعيات الزراعيه. انا برضو عايزه تعقيب حضرتك في الموضوع. في يعني مثلا على سبيل المثال احنا حاليا في البنجر. هو من غير دلوقتي الجمعيات الزراعيه ما صرفتش غير شكارتين اتنين. المفروض ان هو بياخد 6 شكاير او 8 شكاير. طب الفلاح هيجيب منين؟ الفلاح هيجيب 4 شكاير في 250 من بره منين؟ ب 1000 جنيه منين؟ لغايه دلوقتي الجمعيات ما وصلهاش كيماوي غير للصرف الشكارتين. من اسبوع اتصلنا بجمعيه ابو النجاه والانشا، قال لك ان احنا لسه اساسا ما جالناش حاجه، هم اصلا باعتين الكشوف للوزاره متاخر بالحاصل. فدائما الفلاح بيعاني من الكيماوي، هيبقى كيماوي وتقاوي ومبيدات، كل ده الفلاح بيعاني منه. بالاضافه للدكتور احمد عارف والاستاذ جلال، بالنسبه لموضوع القطن اللي ما زالت مشكله ربنا اعلم بيها وهنتكلم فيها. استاذ جلال نتكلم فيها طبعا. طبعا طبعا. دكتور احمد، حضرتك ممكن تكلمنا في موضوع القطن؟ يعني احنا ده كان بدايتنا، كنا الحضاره القديمه. وده فعلا كان موجود في الحضاره القديمه.
وكان دايما اجدادنا الفراعنه تدون على الجدران. بالنسبه لزراعه القطن زراعه القمح اصبحنا اليوم في المرتبه الـ80 صادراتنا بتتعدى 80%. فطبعا لازم نرجع لتراثنا القديم زي ما كنا بنهتم بالزراعه وبنهتم بالانتاج الزراعي، فلازم ندي للدوله نزود المخصصات للبحث العلمي لتطوير المجال الزراعي. طيب كنت عايز اسال حضرتك برضو من المشاكل اللي جات لنا في ارتفاع اسعار السماد والجاز، الجاز ده بقى مطلب شعبي كله طبعا. جاز الجاز الجاز طبعا. هو مشكله الجاز ده ان سعر 5.5 جنيه اللتر. يعني عشان انا لما اكون عندي فدان رز وفلاح بسيط على قد حالي عشان اروح ارويه مش اقل من 10 لتر، اضرب 10 لتر في 5.5 جنيه مبلغ على الفلاح هيجيبه منين اصلا؟ هو كل شغله بيعتمد على شويه المحصول اللي بيطلعوا له سواء اذا كانوا غله او ان كانوا قطن. فمتدمر بالنسبه للقطن كمان. يعني القطن دلوقتي سعره 2100 جنيه 2100 جنيه يعملوا له ايه؟ 2100 جنيه الفدان بيعمل 8 قناطير قطن، ده لما يكون فدان يعني صاحبه فلاح مظبوط يعمل 8 قناطير في 2000 ب 16000 جنيه. لو جينا نحسب المصاريف اللي هو صرفها على ارض الواقع على الارض والمكسب اللي كسبه هتلاقيه ما عملوش اي مصاريف اي مكسب، مفيش مكسب له اصلا. وعايزين يبقى في تسعيره محدده من قبل الوزاره. يعني انا لما اجي مثلا انا فلاح وعايز ازرع ارض دي غله، المفروض انا كفلاح عشان انشطه واخليه يزرع الغله اقول له سعرك في الغله دي وليكن 650 جنيه في الارداب، كده انا بديله حافز انه يزرع. لكن انت ما بتقولوش، انت بتسيبه للتجار والسوق السوداء، ما بتقولش السعر بتاع الغله الا ما فين بعد ما يكون الفلاح ضم غلته وبدا يبيع عشان عايز فلوس للانفار اللي تشتغل. فيبدا من هنا التاجر يصطاده، ما هي ريت الفلوس داخله الحكومه. ما هو انت لو عامل مجمعات تلم فيها القطن زي زمان وتلم الغله وتلم الرز بالبطاقه الذكاء اللي انت عاملها ديا مش هيبقى فيه سوق سود. وانا لو دخل المكسب للحكومه لو الانطار ب 2100 والحكومه باعته ب 2500 يبقى عرفت ان الدخل داخل البلد مش داخل لواحد معين يستفاد بيه. هي دي كل المشكله وهي دي كل التركيز، ان عمل مجمعات زي ما كانت زمان للفلاحين يبقى عن طريق الجمعيات تستلم المحصول من الفلاح ويكون عندي تسعيره للفلاح. انت هتزرع غله يا عم الحاج، الغله دي هتبقى ب 750 جنيه بدل ما استورد غله من بره، ما انا اشجعه. انا بموت في الفلاح اشجعه اقول له غلتك هتبقى ب 750 جنيه بدل ما يزرع محاصيل تانية ملهاش لازمه زي كذا وكذا وكذا. لا يا عم انا ازرع غل ده ب 750 جنيه يعني الفدان يعمل له 15000 جنيه ولا حاجه. ده مثلا يعني. استاذ احمد حضرتك شايف اللي احنا ممكن في محاصيل ممكن تزدهر تاني الزراعه زي زمان؟ والله هو اولا لازم قبل ما المحاصيل الحاليه اللي هي القطن والرز الاساسيه اساسا الكيماوي والتقوى بتاعها مش موجود. يعني عشان الفلاح يروح يجيب محصول القمح 3 شكاير ب 1050 جنيه عشان يحطهم ومش متوفرين في الجمعيات، ويقولوا عشان يروح معهد الابحاث في اي بلد ويقعد باليومين ثلاثه عشان يجيب الكيماوي والتقاوي، مشكله. طب ليه حضرتك تعتقد ان هم ليه مش متوفرين؟ يعني ايه العقبه في كده؟ يعني العقبه في كده اصلا المعهد نفسه مش موفر الكميه المطلوبه للارض المزروعه. مش مخزن الكميه المطلوبه للارض المزروعه عشان الفلاح يروح مره واثنين وثلاثه معهد الابحاث عشان يجيب تقاوي ما لهاش والشيكاره ب 350 جنيه. مشكله كبيره، يعني هيبقى مش لاقي تقاوي ومش لاقي كيماوي ومش لاقي اسمده. المفروض كل ده يبقى من داخل المجمعات نفسها الجمعيات شكل ما كان بيحصل زمان. ده في محافظات بتشتكي كمان من قطع المياه بشكل مستمر. اه طبعا بعض في المحافظات في الصعيد كتير طبعا. الصعيد في اماكن الصعيد والمنطقه وفي الشرقيه وفي الشرقيه المفروض ان هو يشغل تاني الجمعيات الزراعيه عشان تقضي على كل ده. احنا بنناشد باعاده تشغيل جمعيات زراعيه من جديد طبعا بنفس وزاره الزراعه وكل مديريات الزراعه في كل المحافظات. طيب دكتور احمد كنت عايزه اقول لحضرتك موضوع مهم جدا جدا نقطه لازم نفتحها النهارده.
الاكتفاء الذاتي للغذاء. الاكتفاء الذاتي للغذاء يتحقق بحاجة بسيطة جدا، وهي تطبيق وتفعيل المادة 29 من الدستور المصري، نظام الزراعة التعاقدية. ولكن أهم حاجة برضه نتكلم فيها إن إحنا لازم ندعم الفلاح. طبعا ندور على مشاكله، إيه اللي بتواجهه، وإيه نقدر اللي نقدمها له. زيادة المخصصات طبعا زي ما قال الأستاذ أحمد جمال، لمراكز البحوث لتطوير المجال الزراعي. عاوزين الشباب يدخلوا بمشروعات صغيرة أو متوسطة، نستغل كمان الأراضي الفاضية. أيوة طبعا موجود. تمام. بالنسبة طبعا عندنا القطاع الخاص والعام، لازم أن يكون في تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. لو في تعاون كامل هيتوفر الأمن الغذائي، وطبعا هيكون فيه إصدار في القطاع الزراعي وجميع القطاعات. طبعا عندنا طب خلاص الحاج حضرتك بقى لو تقول لنا بقى المحاصيل الاكتفاء الذاتي اللي ممكن نستفيد منها. لا احنا عندنا مشكله ملحه ولازم تتقال عليها. اتفضل. المشكله دلوقتي الخفيات في الاراضي الزراعيه. مشكله الخفيه دي كان قالوا ان المتر كان اصلا ب 30 قرش. تمام. فدلوقتي الحكومه عملت المتر ب 5 جنيه. يعني الفدان يعمل 21,000 جنيه ايجار للحكومه. طيب هو الفلاح اصلا بيأجره بكام؟ يعني انا لما اكون عندي فدان ارض وعايز اجره يوم ما هبقى 100 100 هاجره ب 10,000 جنيه ب 12,000 جنيه. يبقى في فرق قد ايه داخل جيب الحكومه؟ انت كده ما بتساعدنيش، انت كده بتحطمني. اما تاخد مني 21,000 وانا اصلا كصاحب ملك باجره ب 10,000 او ب 12,000. ماشي. فقالوا ان كان طلع قرار وزاري وقال ان الخمسة جنيه دي مش هتطبق في 2019 تقريبا. خلاص. في شهر 11 هيبقى جنيه. ماشي، مشكوره يا حكومه، على دماغنا جنيه جنيه، مفيش مشكله ندفع الجنيه. بعد ما قالوا الكلام ده فوجئنا لقينا بالصراف اللي هو تبع الضرائب العقاريه بيقول لا ده هيتطبق من 2020. يعني الجنيه ده هيتطبق من 2020. طب و2019 راحت فين؟ مين اللي هيقدر اصلا يدفع 21,000 جنيه ايجار للحكومه في فدان؟ فاحنا بنطالب ان هم يساعدونا ويساعدوا الفلاح، مش عايزين اكتر من كده حاجه. الجنيه يتطبق من 2019، مفيش مشكله ندفع من 2019 الجنيه. تمام. استاذ احمد مطالبك بقى ومشاكلك. في مشكله كبيره جدا، يعني هي عامله مشكله، ازمه ما بين الري وبين الزراعه. مفيش تنسيق ما بين وزاره الري ووزاره الزراعه. بمعنى ان المخالفات اللي جت على الفلاح السنه دي مخالفات كتير جدا. في بعض الفلاحين في بعض الجمعيات، على سبيل المثال جمعيه ابو النجاه الانشه، ما هم زرعوش رز اساسا ومعمول لهم مخالفات زراعه رز، والفدان جه عليه بالثلاثه وبالاربع على الثلاثه. هو اصلا ما زرعش، انت عامل له مخالفات بايه؟ دلوقتي هم لما بيروحوا الجمعيه، الجمعيه تقول لهم الري، يروح الري تقول لهم الجمعيه. طيب مين اللي هيدفع المخالفه دي وانا اصلا كنت ملتزم بالدوره؟ اسماء ناس موجوده فعلا وحصر، وموجود منها اوراق وشكاوى كده موجوده. دكتور احمد تحب تقول لنا ايه بقى في ختام حلقتنا؟ يعني رساله تقدمها فعلا لكل فلاح مصري وللزراعه المصريه. احنا قلنا الزراعه المصريه فيه طبعا في الماده 29 من الدستور المصري دي، لو بصينا لها بعين الاعتبار، والمسؤولين طبعا بصوا لها بعين الاعتبار، دي هتحقق ربح للفلاح والزراعه ترجع تاني تنتعش. طبعا الزراعه التعاقديه ده مهم جدا ان هي لازم ترجع تاني. طبعا قلنا عوده المجمعات الزراعيه، ده عوامل كلها من عوامل نجاح القطاع الزراعي عموما. طب كان في تعديل قانون جديد كده برضو في الفلاح المصري، حضرتك سمعت عنه التعديل الجديد؟ تمام. طيب حضرتك استاذ جلال بقى تقول لنا بقى في رساله برضو اخيره لازم تقولها لنا جدا جدا النهارده. نناشد كل مسؤول انه يدور على الفلاح المصري، لان لو ما عادش زراعه مش هيبقى فيه، هتستورد كل حاجه. ليه انا استورد والارض موجوده عندي والشباب موجود عندي؟ ما انا استغلهم. صح. استغل الشباب اشغله،
دلوقتي مفيش وظايف، انا عايز وظيفه، هتقول لي مفيش وظيفه. فعلا ده بيساعدك جدا، بيقضي على البطاله، بس احنا مش قادرين نستغل مقدار. كل دلوقتي بيسيب الارض الزراعيه ويشتغل بره. ما هو مفيش بالنسبه لهم كلمه فلاح بقت عيب دلوقتي. لا الزراعه دلوقتي انت بتحطمها، مفيش في الزراعه حاجه، مفيش مكسب. يقول لك انا اروح اشتغل يوميه احسن له بره ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه، يعني انا اعمل لي في الشهر 3000 جنيه. لكن في الزراعه يعمل في الشهر 3000 جنيه؟ هيتمرمط ويطلع عينه ما هوش عامل 1000 جنيه في الشهر. صحيح. في النهايه خالص لما يجي يصفي الموسم بتاع الزراعه بتاعه هيلاقي نفسه هو دافع من جيبه، يقول لك يلا بدل ما اقعد صايع هنا ولا هنا ولا هنا في اي مكان، اديني قاعد في ارضه وقاعد في مصلحتي. نتمنى كمان بقى ملف الفلاح والزراعه يتناقش ان شاء الله في مؤتمر الشباب بتاع الرئيس باذن الله. يا ريت والله، يا ريت اي حد يعني نلقي نظره، عايزين عامل الفلاحين. يا ريت والله، يا ريت يا فندم. كده تكون انتهت حلقتنا. انا بشكر كل الضيوف اللي نورونا النهارده، بشكر الاستاذ جلال جمعه الامين عام اتحاد الفلاحين، والاستاذ احمد جمال، استاذ احمد الجمل اسفه جدا، والامين المساعد لاتحاد الفلاحين، ودكتور دكتور احمد رشدي عباس رئيس ائتلاف من اجل مصر. كلكم نورتوني النهارده. وطبعا الزراعه المصريه شيء جميل جدا، يا ريت نستفيد ونرجع، اكيد مصر تبقى اقوى واحسن باذن الله، وكل خير باذن الله. بشكركم، اشوفكم الحلقه الجايه في موضوعات كثيره وملفات باذن الله جديده باذن الله. شكرا، شكرا لكم.